اهلا وسهلا البنات، كيف بقيتوا؟ لاباس عليكم؟ مش هنكمل، انا عارف بالاول مهما نطول هتكون اخرتها ايه. المكياج ديال العرايسات وجابت لي واحد الكادو معاها ان شاء الله غتشاركوها معاكم. واه ما وريتو لكمش وخليها سيربريز. المهم كيما اهلا وسهلا البنات، كيف بقيتو؟ لاباس عليكم؟ شكون معايا؟ لاباس عليكم. ولفتوها ولفوك معايا. دابا انا منكم واليكم. والله الا بوت البنت سقات هنايا الله يحفظ، وزادوا دابا سدوا الطريق على الشمال. صافي مشيت نوحل فيها هنايا. اجي اجي لقيتونا يلاه خارجين من الدار. المهم حنا ديما خارجين روطار، كنوضوا بحال كنفطروا ونتغداو ونجلسوا ونتهاوزوا حيت الحراره. الحراره واه صايبات لي شعري وصايبت لها الشعر. شوفوا شنو درت البروشينغ وصايبات لي، درنا شي نتاع الميك اب. المهم دابا ما عرفناش فين غاديين الصراحه، هذا ما خرجيش البنات بوحدنا. اه شوفوا سيدره، شوفوا سيدره. كوكو ديري باي باي. دوري دوري شوفوك، دوري شوفوك، دوري شوف شوفوا 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 اللبسه. اوه برافو سيدره. المهم احنا خارجين كيفاش كاع نظم مزيان، اشوف فين غنمشيو نصوروا لكم. قنان باي باي. رجعت لكم مره اخرى البنات، لقيتونا يلاه وصلنا البارك ديال اغورا، اغورا بارك. جبنا الوليدات يلعبوا الصراحه، وحتى حنايا بغينا نبدلوا الجو. وحنان ما عمرها ما جات لهنايا، العام اللي دات فاش جات كان باقي هادشي موجود. ما عمرك ما جيتي لهنا ياك؟ ودابا جينا لهنايا. عمرنا ما جينا لعنا اغورا. اختي انت ليه ما كتجي؟ دابا انتم تدخلوا معايا تشوفوا انا كي غندوز النهار تما. يلا سيدرا ديري باي باي. باي باي. فين ماشيه سيدرا؟ اغورا. شنو ديري هنايا؟ اغورا تلعبوا. شنو شنو ديري هنايا؟ شنو ديري؟ تلعبوا. شنو ديري انت سيدرا؟ يلا زيد يلا تلعبوا. ما تعرفش تقول تلعبوا. ما تعرفش تقول، علميها تقول تلعبوا. نادي الفرحانة كتحماق تجي لهنايا. ابشر غادي تلعبي وغنزلو شي حاجه ضروري ضروري. عندنا نشبعو نشبعو عليك ضحك، عندنا نضحكو عليك ديالك ياك بهيده. انا مهم عيتي عليا يوم يحاول يضحك. عندك نادين تقطعك الطريق؟ نادين عيني الطريق اريدي ذا. هذا النهار عامره بزاف. شنو هذا النهار؟ شنو هذا النهار حنان؟ شنو هذا النهار؟ الاربعاء. عمره بزاف عرفتو البارك ما لقيناش كاع فين نستاليو، ما عرفتش علاش عمره لواحد الدرجه. المهم حنا ندخلو. عينا نادي فتح لك.
غلبوناش، قال لكم ما غادي يغلبونا ما غلبوناش. ما غلبوناش. 24 درنا 28. ما ربحتوش. ما لا ما ربحتوش. ما كيرضاوش. حطيناهم يلعبوا الفوق ساعة ب 30 درهم. الله يرحمكم من الرويضة الناس ديالنا. ها أنا في التلفازة أنا. ما غاديش نبان لكم مزيان. الله 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 الله. والله إلا توحشنا المناسبة توحشنا العرس. غنديروها في الدار عندي. حط الراجل ديالك فاش يكون. لا ما يكونش. غادي نديرو إن شاء الله شي عشية إلا كتاب. غنجريو عليه غنديروا ان شاء الله شي عشيه الا كتاب في الدار ديال الحنه ان شاء الله نقشوا الحنه قبل ما تمشي نديروا شي عشيه واعره اليوم رحبتوا بيا ما والو انا اصلا عيني في حالي يا ناري انا شوفي غتعداني انا مخرجه غير ما رحبتش بيا باغا تقدي انا زعما شوفي على منطقه شي جوج داخل نادين سيدرا تاخد العروسة عرفتو شنو البنت شعلات لي الضو يعرفتني كنصور او باينه لا هاد الخوتي هو انا عرفت الضو
حتى دخلت هي عاد شعلوا لنا الضو. هما كانوا دخلوا هما الوالا الفلاس، انا جيت مع الدخله ديال الباب مع هذيك الموسيقى ما شعلوا الضو. اهلا وسهلا البنات، احنا رجعنا لكم مره اخرى. كاتونا خرجنا نتبردوا، البنات باقي ما سالاو الوقت ديالهم، خرجنا نتبردوا وميم طون تعاودوا معكم شي شويه. ايوا كيف نتوما؟ مزيانين؟ كيف دوزتوا العيد؟ واش كتعاودوا؟ امركم هانيه؟ كلشي بخير؟ هذا النهار كنا ما علينا ما بينا جالسين، صيبت لي حنان شعري صراحه، درت بروشينغ على اساس باش نطلقو. ساعه ما طلقت فيها صرت مزيون مزيون. انتوما كيفانو؟ حني شتي تقر شويه شويه صافي كيجيو هنايا مزيونين. دابا عيط ريش ولا مع شويه د الهواء كاين هنايا البروده. والله الا الجو هنايا لا غزال بزاف الصراحه، بدلنا الجو احسن من الدار. شتي كاع ما كنتي باغا تخرجي في الاول؟ قلت لا ما نخرجوش، نجلسو اليوم نقيدو في الدار، ومع بغيت نعمل لها واحد الحاجه مزيونه و شتي قلت اليوم غادي نقيدو في الدار ونعدلوها ساعه. قالت لي لا والو، رجعو نخرجو نخرجو العيال يلعبو سيدرا وداكشي مع المهم الهواء سخون شتيتو. غادي نديكم واحد الموطا نتا وفيه تبارد وداك الشيء اللي كاين. شنو اسم الموطا؟ اغورا بارك. اغورا اغورا بارك. وكتقول لي عليه وما عرفتش انه غيكون بهذا الروعه كامله مزيون صراحه. الله مزيون بزاف والله، في حد حب بروده واعره. وزائد كاين بارك كبير للعيال يعني كيلعبوا في الامان، يعني ما تخافش دابا ماما كيلعبوا حنا جالسين وخدنا راحتنا ودرنا وهبطنا لتحت ورجعنا. المهم غنديروا لكم واحد الفيديو ان شاء الله، غدير لي فيه حنان المكياج. حنان عندها دبلوم ديال الحلاقه، بدات توقيع في 2012 غدير لي المكياج ديال العرايسات، وجابت لي واحد الكادو معاها ان شاء الله غتشاركوها معاكم. واه ما وريته لكمش وخليها سوربريز. المهم كما كتعرفوا انا صراحه ما درتش العرس، كنت درت غير عشية ديال الحليب وصافي. لا ماشي عملت نعسكم، عملت في دار الصداق ديالها في الشلاك. اه في الشلاك عملته بحال العرس، عملت داكشي كبير مع التعديلات واللبسه واللبسه، ولكن ما درتش لا غوب، ما لبستش ما درتش العماريه. ايوا العماريه وقصوى دي نوبيا، يعني ما عملتش، يعني درت غير في الدار في السطح في الدار، ودرت غير عشيه. كنا كنقولوا زعما حسينا كتبوا نديروا العرس صافي، من بعد لقينا شويه ديال الضغوطات، الواحد خصو بحرا يدير الدار ويجهز راسو وديكشي. صحه وعملت الدار ديالها صافي، يعني سبقنا الاولويات وما درناش العرس. كنقول ان شاء الله حتى الا ولدت وديك الساعه نديرو شي اسبوع. ولكن هي عاوتاني عاود فكرت بعقلها، عملت اهم حاجه عملتها هي الدار ديالها. بحال دابا مثلا فرض ديك الفلوس ديال العرس والمخاصير والعماريه وداكشي، المهم نتوما عارفين العرس كيدي بزاف، داكشي كامل مشات عملت غير الدار ديالها. ولكن داك الليله ديال العرس كتبقى شي حاجه مميزه. كتبقى بزاف، ولكن انت في الضرب الصداق ديالك عملتي حاجه مزيونه، داكشي عملت بالباس. دابا نخلي لكم شي مقتطفات ان شاء الله، ماشي في هذا الفيديو هذا، نخليها لكم مع لا فيديو. ايوا مع هذاك. مقتطفات من هي هذاك الضرب الصداق. نعملوا من هذاك وندخلوا معك تبارين وبيا، هي هذاك الخرجه وانا نعمل الخرجه. المهم غادي نديروا واحد الفيديو ان شاء الله غزال 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 ان شاء الله. حتى حنايا قنطنا ما كاين لا مناسبات لا والو، اللهم فرحوا براسنا. كنا نعملوها اليوم ساعه، قالت لي لا والو اليوم غادي نخرجوا. اه ساعه من بعد ان شاء الله. اصلا انه يكونوا موجودين شي عشيه وموسيقى بصح ان شاء الله. ان شاء الله وعن فرح بسمان ديالي قيل العرس ان شاء الله. الله يحفظك. والله الا عمرات عليا الصراحه الدار ونساتني، ما كنحسش بها كاع بصراحه، والله ما كنحس على ديك اللي انا كاين ولا شي حد زعما معايا في الدار ولا عادي، حيت انا ماشي من داك النوع اللي كان خفيفة على القلب. ايوا خصها تقول لكم علاش خفيفة على القلب، حيت انا ماشي من داك النوع مثلا غنكون بحال داك النوع كتجي ضيفو كتبقى عاملة هايدة. والله إلا تا كنقلب الدور محطوط فوق الطبلة، والغدا محطوط فوق الطبلة. البارح كاع ما صورت لكم، درنا واحد روتين ما كيصلحش مع دابا الصاد والصيف، واحد ما كيكونش لابس في الدار كنبغيو ناخذوا راحتنا، ما صلحش انني نصور. هزينا البيوت هزينا وخمنا سيقنا حكينا كل شيء. ونهار اخر مشيتي تعطي ديك الجمعيه، نخرجوا على حساب الحواله. اه مشات عاود على حساب العيد كتخرج ديك الجمعيه، ديك على حساب العيد كتولي العيد مساكن، مشات خرجت في الصباح بكري مسكينه وعملت لها الغدا وعملت واحد الشيء. والصراحه كان خاص هاد الشركه معكم، ولكن قالت لي حيت الصاد في الكوزينه وما خصهاش تكون عامله هي كيفاش كدير الدره كيما شفتوا، يعني ما تقدرش تخليها كشعرها عريان. ما صلحش على كنكون لابسه يعني هكا من هنا خفيف. أيوة. وديك شي حراره بزاف، ماشي على هيدا الحراره بزاف. وعملت ديك واحد الروتين مزيون بزاف، واحد الاكله عجبات حمقه لا هي غزاله. المهم بطاطا وبنجال معمرين بلادان وكيسو والفرماج كيسو
جات واعره. دابا نعذبوا شاركوا معنا ان شاء الله، دابا نشاركوها معكم. كتعجبني انا الاكله، كتعجبني مع دابا الصيف خفيفه، كنعملها في الفران كتجي خفيفه تاكليها هي اذا مع الصومو ولا الكوكاصات. كاينه موسيقى ما عرفتش انا واش غنزل لكم هذا فيديو صراحه ولا لا، على حساب الكوبي رايت واش يقبلوه لليوتيوب ولا لا. المهم كنتمنوا انهم ما تكونش مسموعه بزاف باش هكا نقدروا نحطوه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. وكتكون هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا. كنقولوا لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم ولي جيم ديالكم، صراحه كنفرحوا فاش كنلقاو لي جيم ولي كومونتير مزيونين. بالنسبه لداك المسمومين اللي كيديروا لنا ديزلايك والله ما كضرونا، ماشي مشكل، حنا عارفين راسنا الناس كيبغيونا ولا لا. كاينه هذه واحد كيكون طايق في نفسه. وبالنسبه للغزالات ديالي المحبوبات ديالي اللي في القناه ديالي، توحشتكم، توحشت نزل نشارك معكم شي وصفه. ودابا يسمحوا لي وكنعتذر منكم حتى لا ديري غديري هنا ياك وجدتي ديك اللعيبه باش تصايبي لهم. يا بصح وصايبت ديك ماشي مشكل، انا واخا صافا غنوجد لكم غنصايبكم ان شاء الله ديال الوجه لبن دكر. حنا عملنا كنعملوا الوصفات هذا في الضرب وحديتنا ولكن ما كنشاركوهمش. والله ما دارت لي واحد القوماج البارح، شوفوا وجهي، شوفوا غزال بالعسل والزيت والسنيده. لا ماشي سنيده، العسل سنيده. لا ما عملناش السنيده، العسل والزيت ومطيشه وسنيده. والله الا سنيده حرشه انت كدير فيها. لا ماشي هذاك العسل، العسل باقي فيها صح، بالعسل والزيت ومطيشه. ودرنا واحد الكوماج لوجهنا، العسل مزيونه حره. العسل حره حيت العسل. المهم غادي لكم ان شاء الله وصفات غنشارك معكم ان شاء الله، حيت كنت غنعتذر منكم ما كنتش غنوصف حيت مع الخروج والواحد مع الحراره بزاف مع هذا الموضوع خاصني داك الشغل داك الشيء اللي كتجي العشيه الضاغيه كنخرجوا بحال دابا فضلنا غنرجعوا معطلي ما يمكنش نعمل وصفه. ماشي بحال دابا الفلوق في الزنقه، حنا في الزنقه مصوروه فهمتوا، شحال عندنا دلي فلوق وما حطيناهمش حيت ما كيقدناش الوقت نجلسو مونطيو، كنوضو نفطرو نتغداو نخملو نجلسو نتعاودو شويه. ما هذا ما نهضروش عليها فوقاش ما نروح نجلسو قدام بعضياتنا. وفي الصباح مسكينه قالت لي اجي نقول لك، قالت لي ما يعني ماشي قمطتي وبقى فيك الحال وزعما ما كنخرجوش حتى ما خرجناش الصراحه ما خرجناش كاع ماشي بحال الايام العاديه. دابا كاينه كورونا يعني شويه الدنيا مزيره ماشي غنخرجوا كاينه حتى لي ريستورون على برا يعني سير واحد يخرج ويمشي ياكل ولا شي حاجه كلشي يسد يعني ما كيصلحش ماشي بحال العماق اللي كنت جيتنا عندها تاعنا عملنا يعني داكشي كامل اللي كيرمغيوه عملناه خرجنا وداكشي. وقالت لي مسكينه عندكم بقى فيك الحال، قلت لها انا اهم حاجه عندي هو انني ملي كتجلس قدامي وكنبقاو نهضرو تعاودي نعاود ليك نعاودو بعضياتنا كنخويو قلبنا على بعضياتنا كنحرقو ديك الروتين اللي كيكون المهم دوزنا خايبه ولا شي حاجه. راه اي واحد كيكون تكون عنده واحد الفتره من الضغوطات ديالو. قلت لها اهم حاجه عندي انا من الخروجه ولا من ديك ريستورات ولا المهم وصافي مع انا ان شاء الله راه قررت نمشي بحالي. لا عندك كتقول لي راه عيط لي خي قال لي ايوا فوقاش ما جا بحالك، قلت له المهم هاد السيمانه ان شاء الله يا ربي غادي نجي بحالي ويتنقص. قالت لي والله 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 لا عندكم باقي يلاه باقي ما كيما كنقول لكم باقي ما خرجت ما درنا حتى شي حاجه يعني مازال. واخا انا قلت لك انا معاك في الدار يكفيني انني انا فرحانه معاك اختي وصاحبتي واختي وجيت نعاود وبس عاود ولكن عاوتاني حتى انا فاش كنجي عندك ما كنجيش في الدار ان شاء الله. علاش لا ان شاء الله شوفوا الاسي عاشق تبحر ان شاء الله. اسي عاشق يا ربي خليها يا ربي يا ربي وامشي مع حنان باش تكون غاديه. سمعتي قال باقي ما مشيتيش يعني غيخليها ان شاء الله يا ربي. ما يبغيش والله ما يبغي. لا ما يشدوش عليها واش يسدو عليها واش كيعملوا كيقدر يعمل لك 15 يوم 20 يوم. امشي غير سيمانه ونرجع. شو مال مسموم؟ لا لا دابا اي حيت دابا كنهضروا هذه بالطريقه ديالك تقدر تنعرف. مهم كتكون هذه هي النهايه ديال الفيديو، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وشكرا على الدعم ديالكم. بالنسبه للناس الجداد كنقول لكم مرحبا بكم عندي في القناه، ما تبخلوش علينا بواحد الضغط على زر الاشتراك ما غتخسروا حتى شي حاجه. ميرسي لكم كاملين وتهلاو في راسكم. باي باي وتهلاو في راسكم بزاف. سيدرا 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 بلا باي باي بلا باي باي.